الحقيقة أنت موقفك صعب أوي يا سلمى، بس في حاجة مهمة أوي عايز أقولك عليها، ممكن تبقى في صالحنا إلى حد ما. البنك مش هيطلب مننا أي مطالب قبل سنة من دلوقتي، لأن ميعاد السداد اللي موجود في الورق مدينا فترة سماح لمدة سنة. وبناء على الورق اللي قدامي والكلام اللي أنت أكدته لي إن المشروع قائم بالفعل، وإن اللي اسمه إيهاب ده عامل حسابه إنه هينصب كده كده، لأن هو باع الشيكات للبنك وعن طريقها خد القرض. والفلوس الفعليه للمشروع اكبر بكتير من الفلوس اللي هو كان هيستلمها، يعني كده كده كان عامل حسابه ان هو ياخد اكبر كميه من الفلوس ويهرب. فما صدق الا اي حد يلبسه الليله، فلبسك انت الموضوع ما لقاش اسهل منك عشان يلبسك الليله كلها. كل الكلام ده كويس، انا بقى اعمل ايه؟ الموظفين مستنيين فلوس بتاعتهم، البنك كده كده هيطلب اقساطه الشهر ده السنه الجايه، وانا ليه هلبس الليله؟ الباشا خد قرض باسم الشركه اللي انا صاحبتها، وانا ليه كنت هطير من الفرحه؟ قال ايه؟ جايب شبكه مفيش عايز جابها لعروسته قبل كده في الدنيا دي كلها، ضحك عليا ابن الكلب. طب اهدي بس، المهم دلوقتي اللي انا عايز اعرفه هو لسه في مصر ولا خرج بره؟ وده بيفرق في ايه؟ هيفرق كتير، هنجيبه ونرغمه ان هو يرجع الفلوس اللي خدها ونسوي المشاكل اللي بينك وبينه. هو هيعمل ليه كده؟ ده ما صدق لا واحده هبله زي حالاتي تلبس الليله دي كلها. ما تقلقيش يا سلمى، ان شاء الله كل حاجه ليها حل، المهم عايزين نوصل لخيط يوصلنا لإيهاب، حد من معارفه، حد من قرايبه، اي حد يوصلنا ليه. وفي حاجه مهمه قوي لازم نقعد مع بعض ندرس الموقف بالكامل. استني، مدير البنك اكيد متواطئ مع ايهاب، لان ايهاب هو الممول الحقيقي للمشروع. ازاي وافق يدي القرض لايهاب والشركه مكتوبه باسمك؟ يبقى اكيد متواطئ مع ايهاب واخد جزء من الهبشه اللي خدها ايهاب. فهماني؟ يعني تفتكر ان انا ممكن اخرج من الورطه دي؟ كل حاجه هتعدي ان شاء الله. اهم حاجه سلمى مش عايز اي حد يعرف باللي حصل في الشركه، والشركه تمشي عادي جدا كان مفيش اي مشكله ولا حتى اي حد من الموظفين. اهم حاجه انا عايز كشف حساب من البنك سحب وايداع بالفتره اللي فاتت دي كلها. هحاول. وعايز نسخه من الاوراق دي كلها بعد اذنك. حاضر، بكره ان شاء الله هتكون عندك. ان شاء الله. لحظه. يا سلامه. ايه يا عم، هو عمل ابونيه هناك؟ ايه اللي حصل تاني؟ اوعى يكون الواد بكره. طيب 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 هاجيلكوا يا عم. الله يخرب بيتك على بيت حسني على اليوم اللي شفتكوا فيه اصلا. سلام. سوري يا سلمى، انا هضطر امشي دلوقتي وبعدين هكلمك. مع السلامه. انتي لسه قاعده؟ يلا يا بنت ابوكي خرج، عايزين نمشي. بصي انا مش رايحه. نعم يا اختي، هو هزار ولا ايه؟ قلبي مش مرتاح، انا مش عايزه اروح، مش مرتاحه. نعم قلبك مش مرتاح؟ لما كان المقوس عليه العين كان قلبك مرتاح، ولما بقى الراجل الغني اللي بينا وبينه خطوه تقولي قلبك مش مرتاح؟ قلبك واكلك يا بنت؟ ده مهر 70,000 جنيه، واحنا عمرنا ما شفنا ال 100 جنيه على بعضها شكلها ايه؟ وراجل ماله هدومه وفيلا وشركه وفلوس في البنك بالملايين. اه يا اختي، وبعديها شهرين ثلاثه ويطلقني. وحياتك ابدا ما هيحصل، وحياتك ما هيسيبك ابدا. اسمعي كلامي. طب انا قلت لك ايه غلط؟ مش انا كل حاجه بقول لك عليها بتطلع صح؟ مش انا قلت لك سيبك من ابنه وخليكي مع الزغلول الكبير وهيمشي وراكي بالمشوار وحصل؟ صح؟ يلا بقى يلا بقى قومي بقى يلا يلا. حلوه النكته دي، اه جديده. تتجوزني بتاع ايه؟ حب يا نيبو. والكلام السام اللي انت كنت قاعد بتتكلمه علي ده ايه؟ مادام انا وانت ايدينا بقوا في ايدين بعض يبقى خلاص انت في نظري زي الفل. وانا ايه يا اخويا اللي يخليني ارمي نفسي في كمينك؟ ده انا ما صدقت خلصت من الزفت اللي اسمه جابر. يا بت انا وانتي حاسس ان احنا هنبقى جامدين قوي مع بعض، انا متاكد من كده. وحسني هيسيبك؟ اه انا عايزك بقى عشان حسني ده، انا عايز اعمل اللي يخلي البيت كبير ينطرهم، وابقى انا وانتي بس اللي في الوش. وده دخله ايه بالجواز؟
عشان ابقى مطمن يا نيبو. لا مؤاخذه يعني، اصل مفيش حد بقى بيضمن اخوه في الزمان ده. وانت هتضمني بقى لما تتجوزني؟ انت شايف كده يعني؟ ده انا مش شايف غير كده، بس انت جربيني. افكر. صلى على السلام. عمر الدنيا ما نصفتني، الدنيا عماله تمطح فيا يمين وشمال. انت عارفه بيقولوا الدنيا دي عامله زي بلاص المش، تفتح النفس لكن كلها دود. ياه ده انت باين عليك تعبتي قوي يا بنت يا تميمه في حياتك. قولي اتمرمط. امال ابوكي وامك فين؟ شوفي يا ستي، انا عشت حياتي كلها واتجوزت راجل طلع عيني وعين اللي جابوني، وفي الاخر اكتشفت ان انا بنت حرام. او النبي طلعت بنت حرام، لا اعرف لي اصل ولا فصل. ما تاخديش في بالك، انا طول عمري كده عايشه في غم وهم. انت عارفه العيال اللي بتشمك كلها، انا عامله زيهم. ان عشت يوم كده من غير هم ما اعرفش اعيش. طب قولي لي ايه اللي حصل بالظبط اما الزفت جابر حطك في القبر؟ بعد الشر عليكي كده يا شيخه نونا. انت عارفه يعني الواحد لما يتقفل عليه باب قبر يبقى مش فاضل له حاجه كده غير ان هو بس الملائكه تحاسبه. يا لهوي يا لهوي على اللي جرالي واللي حصل لي. حسيت ان مفيش حاجه تستاهل، وان انا مضيعه عمري كله بعافر عشان اخلص من جابر، ورايحه يمين وشمال عشان ادور على امي وابويا. بس لما نزلت تحت القبر وبقيت لوحدي افتكرت كل كلمه كان بيقولها الشيخ زياد في خطبه الجمعه. عرفت يعني ايه في القبر محدش هينفعك، لا امك ولا ابوكي ولا اخوكي. تعرفي يا ست نونا، اول ما اتقفل عليا باب القبر الدنيا اتسدت في وشي. اول مره اشوف كومه عظم، البني ادم شويه عظم ولا يسوى اي حاجه. بني ادم اللي عامل فيها فرعون متجبر ومتكبر، عايز ياخد حقه وحق غيره، بيدوس على الناس ويذلهم. وهو شوية عضم، لو أمه وأبوه شافوه حتى مش هيعرفوه. اتعلمت كتير قوي، الواحد في الدنيا دي مش محتاج غير اللقمة والهدمة، والزيادة على كده يبقى طمع. وعلى رأي المثل، الدنيا مع مين؟ مع العمي والمكسحين. بس الدنيا ما تحبش يديها وشه تدوس عليه، الدنيا تحب اللي يعافر ويدوحر فيها. يعافر؟ ومين عافر مع الدنيا وما بلعتوش في بطنها؟ هتخليكي فوق، محدش يقدر يدوس لك على طرف، هتخليكي قوية، مفيش واحد زي جابر الواطي يقدر يعمل لك حاجة. هو أنت عايزة مني إيه بالظبط؟ الناس اللي جولك في الزار وشافوا اللي بختها مال والشياطين مبهدلينها مش هينسوكي أبدا. خلاص هم صدقوا ان الجنيه حبيتك وان الغيب بقى في جعبتك. ايوه بس الغيب ما يعلموش غير ربنا. مديحه مش هتسكت، هتقول لكل الناس اللي يسالوها على اللي شافته، ازاي بتي في القبر يوم بليله وازاي خرجتي. خلاص انت بقيتي مبروكه والناس هتجيلك من كل مكان، واحنا شطارتنا بقى نستغل ده.